بنتكلم بقى على الاكسترا كوربوريت بلود سيركت، نتكلم عليها بتفاصيل ايه اللي بيحصل فيها. الحقيقه لازم يبقى في عندنا حاجه بنسميها الاكسس ديفايس. اكسس ديفايس هي النيدل بيسكلي، يعني هي ممكن تبقى من نفس الفين، هو جزء باخد منه وجزء برجع فيه. مش لازم ان انا، ما فيش حاجه اسمها انا باخد من ارتي وارجع لفين، لا احنا بناخد من فين بس، يعني الجزء اللي داخل للهيموداليسيس بسميه الارتيريال سايد، والجزء اللي راجع بسميه الفينس سايد. فبيسكلي بيبقى طبعا الكلام ده بيحصل من خلال نيدلز. وطبعا احنا بنتكلم على الدم من اخطر المكونات اللي موجوده عندنا في الجسم من ناحيه العدوى. التعرض ليه، يعني لو في اي اشخاص تعرضوا للدم بيبقى طبعا في غايه الخطوره، اي عدوى ولا حاجه بتنتقل في غايه السهوله من الدم. فبيبقى في عندنا الحقيقه مشكله لو احنا عملنا الجهاز بحيث الدم يمشي في تيوبس تبقى ثابته داخل الجهاز. فالناس لقت ان اسهل حاجه ان يبقى في عندنا الدم ماشي في ديسبوزابل تيوبس، والديسبوزابل تيوبس دي تبقى شفافه بالشكل ده كده، بحيث حتى نبقى شايفين الدم اذا كان في اي مشكله يعني موجوده في الدم، او اي حاجه حصلت في التيوبس، اي انسداد او اي حاجه زي كده، تبقى ظاهره على طول من الخارج. والحقيقه زي ما هنشوف الكلام ده كله بيركب كمان في واجهه الجهاز، ما بيركبش داخل الجهاز، بحيث يبقى احنا شايفين بعينينا الدم من اول لما يخرج من البيشنت لغايه لما يرجع تاني، بحيث نقدر نتابع اي مشكله تحصل وما يبقاش في اي ديلي في ان احنا نتعامل معها. المشكله الثانيه هي ان احنا البامبنج بتاع الدم بيبقى فيه مشكله، ان هو لو احنا استعملنا الريجولار بامب اللي هي بنسميها البيستون بامب، اللي بتبقى لها زي كباس كده بتعمل بريشر بي على الفلويدز، ده بيعمل لنا مشكله في الدم ان هو بيكسر الخلايا. ولما بيكسر الخلايا طبعا ممكن المريض دوت يعني تكسير الخلايا بنسميه هيموليسيس، وطبعا بيعمل انيميا بالنسبه للشخص اللي بيعمل الدايس ده وحصل يعني. فما ينفعش النوعيات البامبس دي انها تبقى موجوده. بالاضافه للحاجه الثانيه المهمه، ان هي لو انا هعمل بيستون بامب يبقى معنى كده البيستون نفسه او الكباس نفسه لازم يبقى ان كونتاكت مع الدم. فانا عندي مشكله ان انا يبقى في عندي اي مكونات ان كونتاكت مع الدم، لان الديز انفكشن بتاعها والستيريلايزيشن بتاعها بعد كده يبقى في غايه الصعوبه. فمعنى كده ان انا فعليا ما اقدرش استعمل بيستون بام عشان السببين دول، عشان الهيموليسيس وعشان الكروس انفكشن. فالحقيقه الناس اكتشفت، او كان في عندنا نوع من انواع البامبس موجود اللي هو البريستالتيك بامبس، اللي هو بيسكلي بيفعص الفلويد بالشكل ده كده، بيبقى في عندي هنا هيد، والهيد دي بتمشي على تيوب، يعني الدم بيبقى ماشي في التيوب الخارجيه دي، ما هواش ان كونتاكت مع الهيد دي، والهيد دي بتمشي زي مثلا زي ما اكنها معجون السنان كده مثلا، بنفعص من هنا كده ويفضل ماشي لغايه لما يخرج يعني جزء بجزء. اوكي، فالميزه بتاع ده الحقيقه ان هو مينيمال هيموليسيس، يعني ما بيكسرش الدم خالص، وفي نفس الوقت ما بيعملش اي كونتاكت مع الدم نفسه، فبالتالي استعماله فيري سيف، مش محتاجين ان احنا نعمله ديس انفكشن. فطبعا الميزتين دول الحقيقه بنحتاجهم علشان نقدر نستعمل الجهاز ده بشكل افكتيف، ويبقى ايه، ما يبقاش فيه اي مشكله بالنسبه للسيفتي او بالنسبه للكروس انفكشن بالنسبه للمريض.